من أجلك عشنا يا وطني لتعيش الجزائر حرة مستقلة. هي أجواء احتفال الجزائر بالذكرى 68 لاندلاع ثورة نوفمبر، صور حملت رسائل لقيم وروح وطنية التي يتشبع بها الجزائريون. عجل الشباب هذا اللي ضحينا ضحاو الناس، العقوبة إن شاء الله العقوبة لهم بإذن الله، هما لا كاتريام جينيراسيون هي اللي تخدم البلاد إن شاء الله. مشاركة بناتنا وأطفالنا وشبابنا، الهدف منها طبعا هو أننا دائما نقعدوا نبقاو نغرسوا فيهم حب الوطن. جميع الرياضيين والشباب في الجزائر العاصمة نتمنوا الهناء والسعادة لجميع الشعب الجزائري. بفضلها نحن اليوم نعيش في الجزائر بفضل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الجزائر. الشارع الجزائري تفاعل وتغنى هو الآخر بعبارة وشعارات مخلدة لهذه الذكرى المجيدة حتى من أعلى شرفات عمارات الجزائر البيضاء. يشدوا في بلادهم، ما عندهمش بلاد غير من غيرها. عزيزة شابة طح ماتوا عليها الشهادة. بلادنا ديما إن شاء الله واقفة، حنا ما نطيحوش في الغرب ولا في الشرق ولا حتى في الخارج. مهما تنوعت طرق الاحتفاء بالمناسبات الوطنية إلا أن الهدف يبقى واحد، وهو ترسيخ الذاكرة وزرع الروح الوطنية في الأجيال الصاعدة.